هذا مو تمني، هذا دعاء ورجاء. التمني يقولون إما شيء يعني لا يمكن أن يقع أو يصعب أن يقع، هذا التمني. يعني مثلا واحد يتمنى يقول يا الله أتمنى أني أكون خالدا مخلدا في الدنيا، ما يصير. عرفت؟ تمني ما يصير. ألا ليت الشباب يعود يوما، ما يصير، ما يعود. طيب يعني هذا التمني، التمني يكون شيء متعسر أو متعذر. أما الدعاء والطلب هذا يسمى الرجاء، هذا يسمى الرجاء. وإذاك بعضهم يقول يعني خطأ أنك تكتب مثلا بالامتحانات مثلا نتمنى لكم النجاح، يعني اغسلوا إيدكم. الامتحان صعب، لا يمكن أحد ينجح كذا. فإذا كتب لك قل له رجاء لا تكتب لي أنت، قل نرجو لكم، نسأل الله لكم النجاح، نتمنى يعني مستحيل. فالفرق بين التمني والرجاء والدعاء والطلب يختلف. اي نعم.